مخلوق ضئيل كفيروس يمكنه أن يشل العالم بأسره. هو من خلق الله وبعلم الله، ويعالج بمخرجات عقل أوجده الله، ويشفي المريض منه بإذن الله. فهو يبدأ بأمر الله وينتهي بأمره، وما بين الأمرين هو قضاء الله وقدره، ولله الحكمة البالغة، فسبحان ذو العظمة والجبروت والسلطان. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.